فريد مريض من ولاية جيجل بحاجة إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة على مستوى الظهر بعد معاناة تكبدها مع المرض والفقر، لنتعرف على قصته. بخطواته المتثقلة متكئا على عصاه استقبلنا فريد في بيته المتواضع بمنطقة بني وجهان بجيجل ليكشف لنا معاناته الطويلة مع المرض الذي أصابه على مستوى الظهر والذي يتطلب إجراء عملية جراحية مستعجلة قيمتها 52 مليون سنتيم. كري كنت نخدم في لاباسيسري عندي بالك 15 سنة هكذاك خدمة وبدا بشوية يسطر عليا، كنت ندير الدواء هكذا ندير ما نفعش. العوام هادو ليا مات هادو 2009 حبست، عدت ما نقدرش خلاص، وليت كنت نخدم حبست على الخدمة، رجعت خدمت حتى خدمت الشبكة الاجتماعية 5 سنين 2014 عادي سطر عليا خلاص، عدت ما نجمش خلاص، ما نقدرش نمشي، ما نقدرش نبوجي، ما نهبط من الفيلاج معايا. هو كي سكسيتو على العملية قلت له كيف العملية، قال لي العملية انا كون نخدم فيهم، قال لي ونخدم، قال لي ما نخدمش غير انت، قال لي يعني نخدم 6 في الشهر كيما انت. عندي 5، عندي تسمى عندي 4 وحدة طفلة مزوجة وانا والمرأة، تسمى 6 في الدار. ما تكفي يا حسرة، ما تكفيش خلاص، ما تكفيش. الوضعية الصحية الصعبة التي يعيشها فريد وحالته الاجتماعية المزرية بسبب راتبه الشهري المحدود الذي لا يتعدى 16 ألف دينار جعله عاجزا عن توفير هذا المبلغ البسيط لإجراء العملية الجراحية. المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية، سمعنا بالنداء اللي داروا خونا هذا أبو فرشة فريد، جينا اليوم عنده إن شاء الله العائلة، زورناه في الدار وبالصدفة تزامنا مع بحضور قناة النهار. احنا إن شاء الله إلا كتب ربي إن شاء الله، احنا كأعضاء الأكاديمية رانا قمنا بمبادرة بين كما يقولوا الأكاديمية راهي تساهم في المبلغ هذا إن شاء الله ب 10% للمبلغ الإجمالي تاع العملية هذه، كما أننا نوجه نداء للمحسنين إن شاء الله اللي في المنطقة هذه، لأنه المبلغ 52 مليون هذا يعني مش حاجة كبيرة، يعني بقدر باستطاعة يعني شخص واحد من أهل المنطقة الناس اللي لاباس بهم يعني يقدر يخلصوا هذا المبلغ. نطلب الناس المحسنين يعاونوني في سبيل الله. ماش حاجة كبيرة ولا مد حاجة كبيرة يعني، صح احنا شوية الجهة احنا تحت الدوار الناس شوية ضعيفة وزيد مع المرض هذا كورونا شوية الحق يعني، واش ما كاينين الناس على كل حال، كاينين الناس المحسنين بزاف بزاف ونتمنى يعاونوني، هذا واش نطلب. فريد يناشد كل المحسنين والجمعيات الخيرية لمساعدته في جمعه لقيمة مبلغ العملية الجراحية التي قد تعيد له حياته الطبيعية من جديد. تذكروا مشاهدينا أن برنامج جلال خير ما هو إلا حلقة وصل بينكم، للتواصل يرجى الاتصال بالرقم الظاهر أسفل الشاشة، وستكون مساعداتكم منكم وإليهم. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.